بونجور ديما. لحظة لحظة، مش موجود. مش موجود بمكتبه؟ بعد ما وصل. ما وصل؟ زيارته بالباركينج. والله ما بعرف. ايه استاذ، اجت لعندي خبرتها انك انت بعد ما وصلت. دخلك شو بقى هيدي ديما؟ كثير غريبة اليوم. صاير شي؟ مي عم بحكي معك. سوري نور، نحكي بعدين. مساء الخير وحلقة جديدة من برنامج كشف المستور. رح كون معكم من اليوم بتقديم البرنامج. حيرافقنا ضيوف بهالحلقة تجاوبوا على كل أسئلتكم بخصوص ارتفاع أقساط التعليم الخاص يلي شاغل الناس من فترة. خلينا نشوف ريبورتاج بيرصد رأي الناس بهيدا الموضوع. ماري اطلبي لنا فنجان قهوة بليز. اوكي. بدك تروقي وتهدي لأنه هيك نحن ما رح نقدر نحكي. مين هالشرشوحة اللي حاطينها محلي؟ هيدي الشرشوحة اللي عم تحكي عنها إعلامية جديدة وعيب تحكي عنها بهالطريقة. عم بتدافع عنها كمان؟ لا مش عم دافع عن حدا، بس أنت جاي لعندي موترة ومعصبة ومش ناوي تسمعيني. كيف بدك إياني أسمعك وأنت جاي بوحدة محلي تعطيها بروجرامي؟ لكن شو جاي تعملي عندي؟ جاي أقول لك أنت واحد جبان وأنت بروفيشنال. لحظة نور، سوري إذا جاي تحكي هيك أنا ماني مستعد أسمع. شو على فكرك انا ما بعرف شو عم بيصير من ورا ظهري؟ او ما بعرف مين يلي جبرك تجيب وحده محلي وتقعدها على نفس الكرسي؟ ما حدا بيجبرني على شيء، بعدين عشو مستغربه؟ هي جايه مثل ما جيتي انت لعندي اول مره وقعدتي على نفس الكرسي. انا نور رحمي. نحن اللي عملناك يا نور رحمي. مين بيعرف؟ يمكن هي تكون مثلك واحسن منك كمان. ما بصدق. لإلي هالحكي؟ بعد كل النجاحات يلي عملته للمحطة بتقلي لإلي هيك؟ بعد كل التعب والسهر والترندز وين راحوا هول؟ ما في شي راح. انتو فيلي بتمرقي على المحاسبة، في تشيك لإلك لنهاية خدمتك. ثانك يو. لكن إيه بسيطة بسيطة. لا بالعكس، أنت عملت اللي عليك. بعدين المصلحة العامة فوق كل شيء، وهي بتعرف منيح، والكونترا بمضي بإيدها. المهم هلا كيف لقيت الصبية الجديدة؟ بدنا إياها تكسر الأرض. هيدي مسؤوليتك ها؟ بكل الأحوال صارت بدها قاعدة. بشوفك على قريب. مشكور مرة تانية. باي باي.